السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه رأيكم أحكي لكم منام شافوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وخدوا بالكم، رؤيا الأنبياء حق، الشيطان لا يأتي للأنبياء في منامهم. فاكرين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة الله وسلامه لما قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، لحد ما الولد قال له اللي هو النبي الكريم، لحد ما النبي الكريم قال له سيدنا إسماعيل، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب، يبقى رؤيا الأنبياء حق وهي نوع من أنواع الوحي. خدوا بالكم بقى، هنحكي منام النبي شافه عليه الصلاة والسلام وخرج يحكيه لأصحابه، وفيه فايدة كبيرة قوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. وهو في منامه شاف الأمم كلها، أمة نوح وهود وصالح وذو الكفل والياس واليسع وزكريا وسليمان وداود وإبراهيم ويعقوب ويوسف وعيسى، كل الأمم عرضت أمامه. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى كل نبي هو والمؤمنين اللي آمنوا به. ففي نبي آمن به 2-3 تنفار، نبي آمن به 5 تنفار، نبي آمن به 10 تنفار. لأنه كلمة رهيط ديت يعني هو تصغير كلمة رهط اللي هم أقل من 10. فبيقولك إيه؟ فرأيت النبي نوح أو هود أو صالح أو يعني أي نبي من الأنبياء، فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. تخيل نبي وجاي معاه واحد بس اللي آمن به، سبحان الله. والنبي وليس معه أحد. ده مش كده بس، ده في أنبياء هيجوا يوم القيامة ومعهمش نفر أسلم على أيديهم أو آمن على أيديهم. والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. شاف ناس كتير، النبي بيقول إيه؟ فظننت أنهم أمتي. إيه الناس الكتيرة دي؟ يبقى دول أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فالنبي راح باصص ناحية الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، 70,000 يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. وراح النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى منزله. الصحابة قالوا يا ترى دول مين؟ بقى الصحابة مختلفين مع بعض، يا ترى 70,000؟ وطبعا ده مبالغة، يعني المقصد فيها إنه ناس كتيرة جدا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام هيدخلوا الجنة من غير لا حساب ولا عذاب. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ النبي خرج قال لهم ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا يا رسول الله مين دول؟ من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ رح قال لهم إيه؟ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون. لا يرقون ولا يسترقون يعني لا يعتقدون أن النافع أحد إلا الله، هذا هو المعنى. ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.